بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أنا جيت تاني يا جدعان، هنحل مع بعض. ده أول امتحان من الامتحانات الشاملة على الوحدة الأولى من كتاب ماي نيو فريند، كتاب 105 امتحان. طبعا احنا نزلنا قبل كده فيديو كان فيه ميني تيست A وميني تيست B على اليونت 1، دي آخر امتحانات اليونت 1. هنحل مع بعض برضو كده عشان نملى علينا من الكتاب ونشوف الدنيا فيها ايه. يا ريت قبل ما تبدا حضرتك تسمع الفيديو توقف الفيديو لمده ثانيه واحده كده، تعمل لايك للفيديو، تكتب كومنت عشان نستمر مع بعض كده بشكل ناجح ومحترم. دلوقتي اول سؤال معانا بيقول he always not sure that any cuts were protected by sterile dressings. بيقول لك هو كان دايما بيتاكد من ان اي جروح في ايده عليها تعقيم. طبعا انت عارف المصطلح اسمه ميك شور، يعني يتاكد، فعشان كده حضرتك تاخد ميك شور. خد بالك انك انت ممكن تقول ميك شور وممكن تقول برضو بي شور، الاثنين معناهم يتاكد. كيب تراينج، لاحظ انت ان كيب بعدها الفعل مضاف له اي ان جي، توردز يور جول، خليك مستمر في المحاوله تجاه هدفك. ان نيفر جيف اي ولا تستسلم، يستسلم يعني جيف اب. هنا كده لا يفوتنا ابدا، وما ينفعش ننسى ان احنا ممكن نقول على حوار جول ده ممكن نقول اتشيف يور جول، او ممكن نقول realize your goal. الناس دول كده بنستخدمهم مع كلمة goal اللي هو هدفك اللي انت بتحققه في حياتك. طيب السؤال رقم 3، schools may not extra money by renting out their premises اللي هو المباني. يعني بقولك ان المدارس ربما تكسب فلوس زيادة عن طريق تأجير المباني بتاعتها. طبعا win يعني يكسب، earn يعني يكسب، الناس دي كلها كده محتاجين نوضحها. بداية كده عايزك تركز معايا، كلمة win دي ببساطة بنجيب بعدها الشيء الذي نفوز فيه، حلو، او الشيء الذي نفوز به، اللي انت بتفوز فيه او اللي انت بتفوز به. على سبيل المثال الراجل هنا بيقول لك الذي نفوز فيه، فانت فزت مثلا في كومبيتيشن يعني في مسابقة. على سبيل المثال انت فزت في ريس، فزت في جيم، فزت في ماتش، انت فزت في ايه بالظبط هتجيب معاه وين، وين ا ماتش وين ا كومبيتيشن وين ا ريس وهكذا. طيب الشيء اللي بنفوز بيه بنستخدم معاه وين، انت فزت بايه بالظبط؟ انت ممكن تقول فزت بالميداليه، او ممكن تقول مثلا وين ا كاب، فزت بالكاس، واحد فاز بكتاب فنقول وين ا بوك وهكذا. انتبه كده ملحوظه في الخلبصه السريعه كده، ان احنا ممكن نقول وين ماني، ممكن نقول وين ماني، بس دي معناها ايه بالعربي كده؟ معناها يكسب مال كجائزة بس تحديدا. انت حد سألك سؤال جاوبت السؤال صح، مبروك يا فندم كسبت معنا 50 جنيه، ال50 جنيه تقول انا بقى كده وين ماني. طب الحاجة التانية كلمة ايرن، ايرن دي بتاعت ماني، خاصة بماني، ايرن ماني يعني يكسب مال بس كده نتيجة عمل. انت راجل مدرس، انت راجل عامل مشروع، راجل مهندس، فيو ايرن ماني، بتكسب فلوس. طيب وبالمناسبة ما تنساش ان انت عارف اكيد يعني كلمة ميك ماني، ميك ماني برضو يعني يكسب فلوس. طيب الحتة اللي بعد كده كلمة جين، جين دي بيجي بعدها اسم معنوي. رقم 2 انك انت ممكن تستخدم معاها برضو جين ماني. طيب ازاي نجيب جين ماني؟ هقول لك انا الحوار ده بس خليك معايا. جين بيجي بعدها اسم معنوي، زي ما نقول مثلا جين لاف يكسب حب الناس، جين ريسبكت يكسب الاحترام، gain information يكسب معلومات، gain knowledge يعني يكسب معرفة. طيب امال امتى نقول gain money؟ معناها يكسب مال دون جهد، خصوصا من الاخر الميراث. واحد مثلا كسب او واحد خد فلوس 2-3 مليون جنيه ميراث، فده اسمه gain money. حلو الكلام. طيب وبالمناسبة عايزك تركز كده عشان انت خدت في الوحدة ال11 تقريبا عندك كلمة heritage اللي هو التراث، ركز عشان الكلام ده بيتكرر كتير وكل شويه هيجي. ده بنستخدمه مع الميراث الحضاري بس، يعني الفراعنه سابوا لنا هيريتج. طيب امال كلمه انهيرتنس، انهيرتنس يا برنس بتستخدم مع الميراث الحضاري، يعني انت الفراعنه سابوا لنا اهرامات، الاهرامات نسميها هيريتج ونسميها انهيرتنس عادي. طيب ومع الميراث، مع الميراث بتاع الاب اللي اب اللي ساب لك ميراث، او الجد مثلا. فبقول لك الواد ده بقى اشترى عربيه بعد ما جده مات، اصل هو اشتراها من الانهيرتنس اللي هو اخذه اللي هو الميراث اللي جده سابه له. طيب بالنسبه للبيراميدز، البيراميدز الاهرامات دي تعتبر ايه؟ هيريتج، وتعتبر كمان انهيرتنس. يبقى عايزك تفهم ان هيريتج معناها تراث حضاري بس. طيب انهيرتنس حضاري او ميراث الاب. احنا كده قلنا
قلنا كده جين وارن والحاجات دي كلها. طيب عندك كمان كلمة بيت، بيت يا برنس بتساوي كلمة ديفيت، الاتنين دول معناهم ايه؟ معناهم يفوز على، اللي معناها كده من الاخر يهزم. فاحنا كده النهارده مثلا بعد الماتش اللي انت سمعته ده، طبعا من الصفقة انك تسمع ماتشات في الوقت اللي الدنيا بتموت فيه في غزة يعني، بس اعتبر انك انت سمعت. فانا على سبيل المثال هقول لك مثلا الاهلي بت زمالك، يعني الاهلي فاز على الزمالك. طيب امال كلمة لوز تو دي معناها يخسر، يخسر امام. وبالمثال الحي هنقول الزمالك لوست تو اهلي. ولو انت عايز تقول بفارق 5 اهداف مثلا، فهتروح قايل باي 5 جولز. حلو. طيب عشان كده لو قلت لي لوز تو خسر امام، طب لوز باي يعني خسر بفارق. طيب عندك كمان ملحوظه لازم تخليك فاكرها دايما، الفرق بين لوز وبين مس، واحنا قلناهم في الفيديو اللي فات، لو حضرتك ما سمعتوش اسمعه هتلاقيه في الوصف. طيب المهم انا كده في الجمله دي، واحنا قلنا بتكسب فلوس، الفلوس يا باشا يبقى ايرن ماني. طيب الجمله اللي بعد كده رقم 4، ذا تو كانتريز الدولتين اجريد تو ورك توجذر اتفقوا ان هم يشتغلوا مع بعض، تو سترينثن عشان تقوي البوردر اللي هي الحدود، سيفلي معناها بامان، اوكيرنس اللي هي الظاهره، سوري اللي معناها متكرر الحدوث، كلمه اوكيرنس معناها متكرر الحدوث. طب كرنسي دي اللي معناها العمله، طب سيكيورتي اللي هو الامن، فهم الدول اشتركوا مع بعضهم عشان يحافظوا على او يقووا الامن على الحدود. It is not for anyone under 18 to possess fireworks in public places. ان اي حد اقل من 18 سنه يمتلك او يعمل يكون عنده العاب ناريه في الاماكن العامه، ده شيء immortal اللي هو معناها بقاء، البقاء يعني اللي الليجابل غير مؤهل ولا ايه. وعندك الليترت اللي هو الامي، اخدناه المره اللي فاتت من الليترس الاميه، الليجال غير قانوني. فانت بتقول غير قانوني ان اي حد اقل من 18 سنه يمتلك العاب ناريه في الاماكن العامه. طيب هنا الراجل قال لك بابليك بليسز، انا عايز اديك ملحوظه برضه عشان السؤال ده كده معانا. بسم الله طبعا ايه انا مرهق شويه فما تقفلش مني يعني. بص يا باشا كلمه بابليك دي، بابليك دي معناها عام. حلو. طيب وكلمه جنرال، جنرال دي برضه معناها عام. الفرق بين الاثنين فين؟ ان كلمه بابليك يعني عام، يعني لكل الناس، حاجه كده لكل الناس او للشعب. عشان كده حضرتك بتقول بابليك ترانسبورت اللي هو المواصلات العامه، وبتقول بابليك تويلت الحمام العام، وبابليك لايبراري المكتبه العامه. يعني معنى كده الحاجات دي كلها للشعب، لكل الناس اللي عايزه تستخدمها. طيب امال ايه جنرال؟ جنرال دي بنستخدمها مع الانفورميشن، يعني معلومات عامه، جنرال نوليدج اللي هي المعرفه العامه، جنرال ايديا اللي هي الفكره العامه. تحس كده ان كلمه جنرال معناها مجمع من كذا مكان، فلما تقول معلومات عامه يعني معلومات مجمعه من اكثر من مكان. رقم 6 ذا تاون ووز نوت باي ا تورنيدو لاست نايت، المدينه حصل لها ايه بواسطه التورنيدو؟ بدايه انا استبعد دي يا مستر اول ما اقول سلام عليكم. ليه؟ لان دي لا تاتي اي فعل بمعنى يحدث، لا ياتي مجهول. حلو. فلو انت قلت لي ووز هابند يبقى ده مجهول. طيب طب ووز كم، كم يعني ياتي، طب ووز كم، كم دي لا تاتي للمجهول، برضه لا تبنى المجهول. طيب المدينه ضربت بالتورنيدو، ضربت بالاعصار، يبقى اصبحت هيت. They announced اعلنوا the engagement of their daughter اعلنوا خطوبة بنتهم. كلمة announce اللي معناها يعلن، هنا means معناها، تعال نشوف واحدة بواحدة كده. conceal دي بتساوي كلمة hide يعني يخفي. طب وhide يعني يخفي، وdecline دي لها قصة انت خدتها في منهج بأكتر من شكل، واحنا بنراجع فأكيد هنعدي على كل اللي هيقابلنا هنقوله حتى لو مش في الوحدة. كلمة decline يا باشا، decline دي رقم واحد كده معناها يرفض، وفي المعنى ده انت خدتها في المنهج بمعنى turn down. she turned down my offer او she turned my offer down معناها رفضت، يعني بالظبط زي كلمة refuse، وكمان زي كلمة reject اللي هو معناهم كلهم يرفض. رقم 2 الكلمة دي برضو معناها يقل او ينخفض، ومعناها انقل او انخفاض برضو. فانا عايزك تركز ان الكلمة دي ليها اكتر من معنى هو قدامك. طيب الراجل في السؤال بقى ما بيسألنيش على المعنى ده، الراجل بيقول لك هنا ديكلاين يعني ينخفض او يقل، وقلنا يرفض. طب ديكلير معناها يعلن، فهم اعلنوا، ممكن نقول زي اناونسد او زي ديكليرد. ابلاي از شورتند، بص كلمه شورت يعني قصير، طب شورتن ما تم تقصيرها. باي ذا اوميشن عن طريق الحذف، اوف سينز عن طريق حذف المشاهد. السينم من كلمه اوميشن، السينم من كلمه حذف، تعال نشوف كده، يعني كلمه بتساوي كلمه حذف. ديتكشن يعني تحديد، اديشن يعني اضافه، دي عكسها. بليسمنت اللي هو الوضع، امال ديليشن جايه من كلمه ديليت يعني يحذف، يعني كلمه اوميشن
حذف وديليشن حذف. Not seeing the fire, she called the police. الطالب الخربوش بيمتاز بانه بيعرف يشيل الاختيارات اللي مش نافعه. عايز تطلعي بره عشان انت عايزه جمله كامله بعدك. On بنجيب بعدها ing. طب while بالله عليك لو ما كنتش سمعت الفيديو الاولاني في كتاب My New Friend الوحده الاولى روح اسمعها عشان انا شارح كلام كتير انت محتاج تعرفه. بس على اي حال while ممكن نجيب بعدها الفعل المضاف له ing لو الفاعلين واحد. ممكن نجيب while وحرف جر حرف جر وبعدين اسم زي ما كنا بنقول وايل ان كايرو وايل ان ايجيبت. ممكن كمان نجيب وايل ونجيب بعدها جمله كامله في زمن ماضي مستمر. طب ديورينج، ديورينج دي بيجي بعدها الاسم او ممكن نجيب الفعل مضاف له اي ان جي زائد اسم، بس بشرط اكيد انت حفظته من انك تجيب من الاول انك انت تترجم الاسم الاول. فاكر لما كنا بنقول ديورينج مثلا على سبيل المثال ديورينج ويتنج تايم، فاكر دي كان معناها ايه؟ اثناء مش انتظار الوقت، لا وقت الانتظار. ما دام انت ترجمت الاول كلمه وقت يبقى دي كده ينفع ديورينج. طب لو قال لك نوت وبعدين قال لك ويتنج فور علي، هنا انت لما جيت تترجم قلت لي ايه انتظار علي، فانت ترجمت كلمه انتظار الاول وبعدين مشيت كده خلاص، هنا يبقى تاخد وايل على طول. يبقى لما يكون عندك اي ان جي وبعدها اسم وترجمنا الاسم الاول يبقى ناخد منه على طول دي ديورينج. طيب ارجع كده لجملتك الراجل كده احنا استبعدنا خلاص، استبعدنا ديورينج عشان كده ما فيش بعدها اي ان جي زائد اسم. ثانيا احنا لما جينا نترجم ما قلناش الحريق رؤيه، لا ده احنا قلنا رؤيه وبعدين الحريق، اذا استبعد ديورينج. باقي معايا وايل وباقي معايا اون. عايزك تفهم الحته دي كده، اون دي لها معنيين اصلا، معناها اثناء ومعناها بعد، فهي في الحته دي هو عايزها بمعنى بعد فعشان كده ناخد اون. طب ليه مش وايل؟ انت بتقول بعد ما شفت الحريق انا اتصلت بالبوليس، مش هينفع تقول وانت بتتفرج على الحريق اتصلت بالبوليس، لو قلت وايل يعني انت بتتفرج. ثانيا افهم دي كده خد مني، اون بيجي بعدها حدث لحظي. طب لو قال لك مثلا على سبيل المثال نوت فولينج الوقوع، هقول اون فولينج لان الوقوع ده حدث لحظي حصل فجاه مره واحده. طب ماريا نوت بيتر وين ذا دكتور كيم تو سي هير، لما الدكتور جاء ليراها ماريا لم تبدو. بص يا برنس انت عارف الكلمه ديت وعارف القاعده دي كويس واكد عليها كده زي الشاطر، انت القاعده بتسلم عليك وتقول لك ان اي فعل، اي فعل معناه يبدو، اي كلمه معناها يبدو، لا تاتي، لا تاتي مستمر، والسلام عليكم بالظبط لا تاتي مجهول، لا مستمر ولا مجهول. فعندك كلمه لوك اللي معناها يبدو ما تجيش مستمر ولا مجهول، كلمه ساوند ما تجيش مستمر ولا مجهول، كلمه ابير اللي معناها يظهر، الناس دي كده ومعاهم كمان كلمه سيم اللي معناها برضو يبدو اللي هي احنا عايزينها اصلا دلوقتي، الناس دي كلها كده لا تيجي مستمر ولا تيجي مجهول عشان معناهم يبدو. لكن لما اقول لك I am looking at you، I'm looking at you، at you، الجمله دي صح ولا غلط؟ اه صح. طب يا عم انت مش لسه بتقول لي ان اللوك ما تجيش مستمر؟ انا قلت لك يا باشا ما تجيش مستمر لو معناها يبدو، لكن لما تقول I'm looking at you يعني انا انظر اليك، فاحفظ المعلومه كامله ما تاخدش نصها وتجري. طب وبناء على ذلك weren't seeing دي بره عشان احنا قلنا ما تجيش مستمر، ومستمر دي برضو بره عشان ما تجيش مستمر. باقي معاك hasn't seemed معلومه اهي و didn't seem معلومه اهي، اخد مين فيهم؟ وهما الاثنين معناهم لم يبدو. ما حضرتك انت قلت لي في الفيديو اللي فات برضو، خد بالك هتلاقي كل الكلام اللي انا بقوله بتكرر تاني، فالراجل مش هيفتكس مش هيجيب علم من عنده. عندك رابط اهو وين وجاب بعدها ماضي، فالطبيعي حضرتك لازم تاخد قبلها ماضي، فعشان كده didn't seem. We not six computer lessons up till now. بص معايا، six computer lessons دي عدد وعايزك تحفظها زي اسمك، ان مع العدد خدها قاعده من حبيبك كده ممنوع المستمر. هو انا لو سالتك هو كم حضر كم درس؟ سته، خلاص يبقى تشيل المستمر، فوير تيكينج دي ارميها بره. حلو. ثانيا كلمه up till now من كلمات الدالة على المضارع التام، من كلمات بتيجي مع المضارع التام، فناخد هاف تيكن يا باشا. طيب غير كده انك انت مش من المنطق ابدا تفكر في هاد والراجل قال لك هنا ناو، يعني عيب عليك انت راجل كبير، ناو دي يعني مضارع. I met a lot of friends while I not in Canada، انا قابلت كثير من اصدقائي بينما انا كنت في كندا، يبقى while I was. طبعا وير بره لان اي ما تاخدش وير تاخد ووز. طب ليه مش ووز بينج؟ دي لما يكون بعدها باست بارتيسيبل تبقى صح، غير كده ما تختارهاش اطلاقا. طب ليه مش هاف بين؟ ممنوع ناخد بعد وايل غير ماضي مستمر او ممكن نستخدم معاها مضارع لو قبلها مضارع. هي وايل دي بتمثل ايه دلوقتي في الانجليزي؟ رابط يا باشا. طب ميت زمانها ايه؟ ماضي. ما دام الجمله فيها رابط قبله ماضي فاللي بعده لازم يبقى ماضي، زي كده 1+1 بيساوي 2. طب شريف هاز ليفد، استنى كده، هاز ليفد زمانها مضارع تام، ان لندن نوت هيز تشايلد هود، شريف عاش في لندن منذ طفولته، خلاص يبقى ناخد سينس. طب يا مستر احنا مش المفروض سينس بيجي بعدها ماضي بسيط؟ ايوه لو هتجيب فعل هتجيب ماضي بسيط، فانت ممكن تقول سينس
he was a child وتبقى صح وزي العسل. طب اجو، لا اجو دي بص احفظها، انت بتجيب اجو دي كالتالي، بتجيب رقم وبعدين ظرف وبعدين اجو، بص كده بتقول 10 years ago وهكذا. طيب ليه مش وين؟ وين دي بيجي بعدها ماضي وقبلها ماضي، سلام عليكم. طيب his son left for the states in the early 19s، ابنه غادر لامريكا لما كان في اوائل في اوائل التسعينات، مش هو لما الولد غادر لامريكا في اوائل التسعينات. he not back since his departure، هو لم يعد منذ مغادرته. بص بقى كده اما افهمك الحته دي، عشان السؤال ده جه في امتحان التجريب قبل كده مره. طيب الفكره بتاعت السؤال ده كالتالي، عايزك تفهم معايا. لو انت قلت لي مثلا في جمله علي، او خلينا اقولها هي عشان يبقى الجملتين عايز اعملهم صوره من بعض بالظبط بالكربون. لو قلت لك هي نوت تو ايجيبت سينس هي ليفت، حلو كده. طب دي جمله. الجمله الثانيه هي كيم لاست ويك، هي نوت تو ايجيبت سينس هي ليفت. بص كده بالراحه وبهدوء كده، انت في الجمله الاولانيه ديت عايزين نختار يا ترى didn't come، ولا نختار hasn't come، ولا نختار hadn't come. الثلاث اختيارات دول هنحلهم لجملتين hadn't come. هسألك سؤال، هو انت بالعربي كده بتقول في الجمله الاولانيه دي ايه؟ انت بتقول لي هو لم يأتي الى مصر منذ غادر حتى الان، من يوم ما مشي لحد النهارده حتى الان، يعني انت كده ليها علاقه بالمضارع، فحضرتك عايز مضارع، فهتقول لي هنا هي hasn't come، وانا عارف اصلا يا مستر وحافظ ان سينس بيجي قبلها مضارع تام. حلو الكلام. طب انت هنا في الجمله دي بتقول هو جاء مصر الاسبوع الماضي، هو اصلا ما جاش مصر من يوم ما مشي لحد الاسبوع الماضي، يعني الحوار كله في زمن الماضي يا برنس، فعشان كده حضرتك هتستخدم هنا hadn't come. طب ايه المانع ان استخدم ماضي بسيط؟ لا هقول لك، ما هو سينس المفروض بيجي قبلها مضارع تام، فلما نقدمه ناخد ماضي تام. طب مثال بقى كده زي الشاطر، خده لي كده. انت بتقول مثلا اهلي won the cup مثلا yesterday، حلو، حطيت نقطه وقلت لي زي نقط the cup since، وقلت لي مثلا 2003، هتختار بقى يا ترى هنا didn't win ولا hadn't won ولا هنقول hasn't او haven't بقى won؟ هروح اسالك سؤال، ترجمت الجمله؟ لا، خلاص يبقى هتحل غلط. الاهلي فاز بالكاس امس، هم اصلا ما فازوش بالكاس من سنه 2003 لحد امتى يا باشا؟ لحد امبارح، لحد ما فازوا امبارح، فالجمله كلها ماضي، فحضرتك تروح خاطف للماضي التام على طول. تعالى بقى رقم 14، شوف دي مين في اللي احنا قلناهم. انت بتقول لي، ركز معايا في الجمله عشان ما يتلخبطش، انت بتقول ابنه غادر الى الولايات المتحده الامريكيه في اوائل التسعينات، حلو، هو لم يعد منذ غادر لحد النهارده، يعني الجمله كده مضارع، يبقى ناخد hasn't been يا باشا. ايه من دول would work well as a topic sentence؟ topic sentence يا مستر يعني اول جمله في الباراجراف. for an essay about traveling abroad، يعني انا عايز اتكلم في باراجراف او مقال بيحكي عن السفر للخارج، ايه من دول تنفع topic sentence؟ topic sentence دي معناها لازم هتكون جمله مجمله، يعني مش مفصله. تعال نشوف. these people include، الناس دول بيضموا السفراء، هم مين الناس دول يا حبيبي؟ ده انت المفروض دي اول جمله هتكتبها لي، المفروض انا اكون عارف الناس دول مين. طب ان شورت، لا دي حضرتك لما تكون بتختم الخاتمه. طيب باقي معاك traveling is a means of communication، السفر هو وسيله من وسائل التواصل، globalization and interaction between countries، العولمه والتفاعل بين الناس. الجمله رقم سي دي مظبوطه وزي الفل، بس انا عايز اعرف ليه الاخيره غلط برضو. بص على الاخيره كده، بيقول لك بعض الطلاب بيسافرون خارج البلاد لكي يقوموا بعمل دراساتهم. انت بتتكلم على السفر للخارج، حلو، المفروض تقول السفر للخارج ده مفيد، ضار، حلو، وحش، وبعدين تقول الجمله دي، يبقى كده دي غلط لان دي supporting sentence. الجمله اللي بعد كده يا باشا بيقول لك what are the middle paragraphs. middle paragraphs انا حافظ اصلا مستر الترتيب، المفروض اول حاجه كده introduction، وبعدين body، وبعدين conclusion، فاللي في النص اسمهم body، البودي، وخد بالك ساعات بيسموهم البلك. طيب بعد كده ايه من دول معمول لها ترقيم سليم؟ بص معايا الاول في اللي انا هقول لك عليه ده،
انت ممكن تقول I am great، انا بخير، وبعدين تعمل كده وتقول لي سيد علي. حلو، ده رقم واحد. رقم اتنين، ممكن تقول علي سيد وبعدين تعمل فاصلة I am great، اوعى تنسى تحط النقطة عشان دي جملة خبرية. التالتة بقى دي هي اللي تخصني في السؤال اللي احنا بنحله دلوقتي. الراجل بيقول لك I am great، انا بخير، كما، وبعدين تروح عامل كده الاقواس وتروح قايل سيد علي pointing to himself himself. بص بقى كده اللي حصل ايه بالظبط عشانك تفهم كده. لو انت بتجيب جمله بين اقواس وهتجيب فعل القول في الاول، فبتروح كاتب فعل القول وتعمل الكومة بعده على طول مباشره بره الاقواس وتكتب الجمله واخرها نقطه. لو الجمله بقى هنجيب فعل القول في الاخر، فاحنا بنعمل الكومة جوه الاقواس في اخر الجمله ونكمل. دي ما فيهاش مشكله ودي ما فيهاش مشكله. التالته بقى، انت هنا بتقول لي ايه؟ I am great وعملت الكومة دي زي ما احنا عملناه في الاولانيه، ما هو نفس الكلام، ما انا هجيب فعل القول بره اهو سيد علي، اهي نفس الكلام ده. فانت ما دام هتجيب فعل القول في الاخر تعمل الكومة جوه الاقواس، عملنا الكلام ده. لو هتكمل الكلام بقى تعمل ايه بعديها؟ تعمل كومة بعد سيد علي. يبقى انت عندك كام كومة كده؟ اتنين كومة، يعني هنعمل كمان واحدة هنا كده. طيب يبقى ركز معايا في الحتة دي تاني. انت بتقول في الجملة انا بخير، قال علي وهو يشير الى نفسه، بعد سيد علي بتعمل الكومة. طيب كمان مثال، ممكن تقول مثلا بين اقواس كده سلمى went to London، سلمى ذهبت إلى لندن، تعمل كده سيد آية كما selling her car. أصلا الجملة كانت المفروض تبقى إيه؟ كان المفروض تبقى الجملة سلمى went to London and sold her car أو selling her car. فما دام أنت قسمتها نصين فأنت بتعمل الكما جوه الأقواس وبعدين تقفل الأقواس وتقول فلان سيد وتعمل كومة تاني. طيب معنى كده ان مين في دول صح بقى؟ تعال نشوف واحدة بواحدة. اول واحدة الراجل بيقول لك I am going now كومة، كلام لحد دلوقتي مظبوط، سيد علي fastening، لا المفروض نعمل كومة هنا تاني، يبقى دي كده باظت. طب I am going now فاصلة سيد علي وعملنا الكومة دي عشان هنكمل الكلام، يبقى دي مظبوط. طيب الصفحة اللي بعد كده القطعة بقى، هنقرأ القطعة دي سؤال، قطعة كلمة كلمة كده ونشوف. The Canadian Museum of History will host the spectacular exhibition Queens of Egypt. بقول لك ان المتحف الكندي في للتاريخ هيستضيف الحدث او المعرض العرض الكبير اللي اسمه ملكات مصر، which is tailor made to showcase ancient Egyptian queens who wield power and influence in ancient Egypt. ده بقول لك ده هيفصل لنا، يعني هيرسم لنا الصور بتاعت عرض للملكات المصريات القدامى اللي كانوا بيحتلوا المكانة والسيطرة في مصر القديمة. المعرض ده هيتم تقديمه بداية من 19 مايو تو أغسطس لحد شهر أغسطس 29 في المتحف الكندي للتاريخ. Queens of Egypt ملكات مصر، سيحتوي هذا العرض يعني على أكثر من 300 iconic objects، يعني 300 object عنصر أو شيء أساسي أيقوني يعني، including Queen Nefertiti's burial chamber، بما فيهم مقبرة دفن نفرتيتي. The burial chamber of this queen is one of the most beautiful known tombs of ancient Egypt. المقبرة بتاعت نفرتيتي معروف إن هي واحدة من أهم المقابر التاريخية في مصر. Queens of Egypt will be an immersive, multi-sensory experience that sheds light on the important military, political, diplomatic and religious roles of seven legendary female figures of the new kingdom. تعال نجيب الحتة دي كده من الأول. بقول لك العرض ده هيكون هيقدم صورة مبهرة محسوسة اللي بتشد الضوء على الأهمية العسكرية والسياسية والدبلوماسية والدينية والأدوار بتاعت الناس دول، سبعة من النساء المشاهير في المملكة الجديدة بما في ذلك نيفرتيتي اند نيفرتاري. طيب خش على بعد كده. بقول لك يا باشا ذا اكسبيشن، المعرض ده will feature outstanding pieces from the Museo
ايزيجو ما اعرفش ايه كده اوف. المهم يعني ده كلام ايطالي والراجل بيقول لك، ولكن العرض ده هيظهر قطع اثريه رائعه من الكلام الهبل اللي هو قايله ده. ويتش هاوسز، هاوس يعني منازل، بس هنا بقى بيقول لك ويتش هاوسز ذا لارجست كولكشن اوف ايجيبشن انتيكيتس، يعني المكان ده اللي بيحوي عدد كبير جدا من المجموعات الانتيكات الاثريه القديمه اللي موجوده خارج مصر. اند ذا ميوزيوم اوف ايجيبشن انتيكيتس، وكمان المتحف بتاع التحف المصريه الموجود في كايرو. هوم تو ذا وورلدز لارجست كولكشن اوف انشنت ايجيبشن ارتيفاكتس، القاهره يعني اللي هي موطن اهم الاثار المصريه القديمه. Among the objects from Cairo presented for the first time in North America, visitors will come to face to face with an immense statue representing Hatshepsut. الناس هناك هيشوفوا تمثال كبير ضخم عملاق بيمثل حتشبسوت. One of the few women of the era to have become a pharaoh. واحدة من النساء القلائل اللي أصبحنا فرعون، يعني أصبحنا ملكة. Queens of Egypt will offer an unforgettable glimpse into one history's most important civilizations from perspective of women. الراجل بيقول لك ايه بقى في الحته دي؟ بيقول لك الكوينز اوف ايجيبت اللي هو المعرض ده هيعرض للناس مجموعه لا تنسى من اهم الاشياء المميزه للحضاره المصريه القديمه الخاصه بالنساء. سيد جين مارك، واحده كده اسمها كده يعني، الدايركتور جنرال اوف ذا كنديان ميوزيوم اوف هيستوري، ده المدير العام بتاع المتحف المصري في كندا. ذا هيستوري اكسبيشن اكسبيرينسز will be enhanced with an area dedicated to interactive multiple events as well as exclusive exhibition of contemporary works by female Egyptian artists developed in collaboration with the Embassy of Egypt. المعرض ده هيقدم تجربة بتعزز او يتم تعزيزها بمنطقة، يعني هيخصصوا كمان منطقة للأحداث المشتركة والتفاعلية، بالإضافة إلى بعض الحاجات الخاصة الحصرية لأعمال نساء مصريات معاصرة، وكل ده هيتم عرضه بالتعاون مع السفارة المصرية هناك. تعال نشوف سؤال كده ونشوف الدنيا فيها إيه. أول سؤال، المين طب العنوان الأساسي للقطعة دي أو الفكرة الأساسية للقطعة دي، Ancient Egyptian Queens at the Canadian Museum of History، يعني ملكات المصريات القدامى اللي هيتم عرضهم في المتحف الكندي، الكلام ده حلو دي صح. طيب حتشبسوت اول امراه فرعون هقولك القطعه كلها بتحكي عن دي، عايزك تركز هنا. الراجل هنا بيقول لك القطعه كلها بتحكي عن ان حتشبسوت كانت اول واحده تبقى فرعونه، لا ده هو ذكر دي كمثال لحاجه. طيب فيميل ايجيبشن ارتستس ان ذا ايجيبشن امباسي ان كندا، يعني الفنانات المصريات اللي مش عارف كده، ايوه دي قالها بس مش دي الفكره الاساسيه. الراجل بيحكي هنا عن المتحف الكندي والعرض اللي هيعمله. Queens of Egypt on their first travel to North America، يعني ملكات مصر اول مره يسافروا، ما قالكش انهم سافروا، ده هم لسه زي ما هم ملكات مصر، هيروحوا فين ويسيبونا؟ يبقى الاجابه كده رقم ايه اللي معانا. السؤال الثاني يا باشا، بيقول لك the word houses، houses هنا قلنا بمعناها بتحتوي او تحفظ، يعني في البرغاف الثالث معناها perform يؤدي، ولا carry يعني يحمل، delete يعني يحذف، ولا keep، لا keep يعني تحفظ او تحوي او تبقي. بص بقول لك ايه، قال لك ان التي تحوي اكبر مجموعه من الاثار والانتيكات المصريه. طب السؤال اللي بعد كده 20، ذا بيست سامري اوف ذا لاست باراجراف كان بي، افضل ملخص لاخر باراجراف. تعال نشوف اخر باراجراف ده اصلا بيحكي عن ايه كده. اخر باراجراف اللي هي الجزئيه دي، الجزئيه دي بقول لك هنا ايه بقى، هنا دي بقول لك ان المتحف ده هيقدم مجموعه من او هيتم تخصيص في المعرض، هيتم تخصيص قطعه ارض عشان تعرض اعمال حصريه لفنانات معاصرات مصريات في بالتعاون مع السفاره. تعال نشوف كده الملخص بقى بتاع القطعه ديت. دور الايجيبشن زارول اوف ذا امباسي اوف ايجيبت، دور سفاره مصر، لا ما جابلكش حاجه عندي. طب ديفلوبنج، تطوير السفاره المصريه، ما قالش كده برضو. تاريخ العرض، ما قالش تاريخ العرض، لكنه قال له كونتمبرري وركس، اعمال مصريه معاصره في المعرض، قال كده فعلا. طب الكندي ميوزيوم كولد ذا اكسبيشن كوينز اوف ايجيبت تو شو، يعني المعرض ده اسمه ملكات مصر، سموه كده عشان يبينوا ايه بقى،
الانفلونس اوف ذا وومن ان انشنت ايجيبت، يعني تاثير المراه في مصر القديمه، العنوان ده ينفع. اسماء الملكات، لا ما هو ما قالش اسماء الملكات. ايجيبت ووز رولد، ان مصر حكمت فقط بواسطه الملكات، ما قالش كده خالص برضو. الانشنت هيستوري، التاريخ القديم، لا الراجل هنا سمى المعرض ده بكوينز اوف ايجيبت عشان يقول لك ان النساء كان لهم اثر كبير جدا في مصر قديما. طيب بعد كده ذا جريت كير، الرعايه الكبيره اللي المعرض ده بيقدمها ان ذا كنديان ميوزيوم بروفز، الرعايه دي او العنايه دي اللي اعطوها للملكات المصريات، ده بيثبت ايه بقى؟ ذا سترونج ريليشن شيب بتوين ايجيبت اند كندا، العلاقات القويه بين مصر وكندا، هنسيب دي للاخر. التنشن، التوتر، لا توتر وراح نعمل معرض، والتنشن دي بره. ذا باد افكت، الاثر السيء للاثار على الجمهور، برضه لا بره مش منطق، لكن انت بتعمل لي معرض عشان تقول ان في علاقات يا جدعان بين مصر وبين كندا، لدرجه ان احنا هنعمل معرض عندهم هناك وناخد حاجات من نعرضهم نعرضها هناك كمان. something which is iconic، الحاجه الايكونيك، يعني ايكونيك يعني شيء ايقوني، لما اقول لك انت حد ايقونه كده يعني ده معناها ايه من دول؟ disgusting مقزز، admirable معجب به يعني شيء جميل، regrettable مؤسف، ولا deniable يعني منكر يعني اكيد رقم بي. The success of Queens of Egypt exhibition، النجاح بتاع المعرض ده ربما، تعال نشوف، encourage the government to give due care to exhibitions، يعني هيشجع الحكومه انها تعطي رعايه بالغه للمعروضات للعروض، اه ماشي حلوه، تمنعنا من ان احنا يكون عندنا اي احداث سياحيه، لا ده طبعا دي حاجه هتعمل سياحه. invite other countries to hold، يعني تدعو الدول الاخرى او تحفز الدول الاخرى على انها تعمل عروض، اه ماشي هنسيب دي برضه للاخر. show how unfavorable image we have، يعني تبين للناس ان احنا صورتنا زي الزفت قدام الاجانب، لا يبقى انت كده قدامك واحده من اثنين. الراجل بيقول لك في السؤال النجاح المعرض ده ربما يدعو الدول الاخرى انها تعمل معرض، ولا ربما يشجع الحكومات انها تهتم بالمعارض؟ ما حضرتك هم عاملين معرض اصلا، فهيشجعوا ايه بقى؟ لكن هم لما يعملوا المعرض ده، فانت بقى في الحاله دي كده حضرتك هتدعو الدول الاخرى انها تعمل عروض زي دي كده، وتيجي بكره امريكا تقول عايز اعمل معرض زي اللي حصل في كندا. holding exhibitions for our monuments abroad will، انك تعقد معارض لاثارنا خارج البلاد، ده هيعمل ايه؟ encourage tourists to visit Egypt، هيشجع السياح على زياره مصر، اه تنفع، بس الباقيين هارم هيضر مصر، ولا destroy هيدمر، ولا هيزود تكلفه المعيشه في مصر؟ لا طبعا ده كله مش منطقي، يبقى الاجابه الاولى. القطعه الثانيه بيقول لك in a small village there lived a little girl whose name was Sophia، بيقول لك في قريه صغيره كانت تعيش فتاه تدعى صوفيا. her uncle gave her a few of pennies to share with her twin brother John in their fifth birthday، باباها اعطاها قليل من البني اللي هو العمله يعني عشان تتشارك هي واخوها التوام جون في عيد ميلادهم الخامس. she looked at the pennies the pieces and said، بصت على العملات المعدنيه اللي في ايديها كده وقالت what shall we do with them mother، اعمل ايه بيهم يا امي؟ you mustn't spend them foolishly، ما تصرفهمش بحماقه يا بنت، الام قالت كده. the twins ran into the street، العيال الاثنين جريوا في الشارع. they wondered what they should buy، بتسالوا نشتري ايه يا جدعان؟ should they buy candy، يا ترى نشتري حلاوه؟ they hardly knew how it tasted، ده هم قل ما يعرفوا مذاق الحلو، يعني ما كانوش بياكلوا حلاوه خالص. should they buy a toy، طب نشتري لعبه؟ if they had been the only children in the family things might have been different، لو هم كانوا الاطفال الوحيدين في الاسره الدنيا كانت هتبقى مختلفه عن كده، يعني معنى كده ان هم كتار. but there were three boys other than them and two little younger sisters، استنى كده عشان دي عليها سؤال، هو قال لك عندنا 3 boys تمام كده and two little younger sisters واثنين sisters، طيب ده معناها التلاتة والود كده 4 اولاد، الاثنين دول والبنت الاولانية يبقى كده 3 بنات، يبقى 3 بنات 3 بنات و4 اولاد. they hadn't gone far when they met a large boy، ما مشوش بعيد، فجأة قابلوا واد ماشي في الشارع، الواد كان عمال ينفخ في فلوت، الواد فجون قال I wish I had that flute، يا ريتني اكون عندي فلوت زي ده. the big boy looked at them and blew it again، الواد بدأ يبص عليهم وينفخ تاني في البوق اللي معاه ده يعاند فيهم. on oh what a pretty sound it made، صوفيا قالت يا على الصوت الجميل. showed the money to the boy، وراحت موريه الواد الفلوس.
You may have them if you will give us the flute. بص يا برنس خد الفلوس دي وادينا الفلوت. All of them الولد قال لها الفلوس كلها. فالذا بوي اسكد شي لوكد ات هير براذر اند نودد بصت على الواد اخوها كده وعملت بدماغها يعني او مات موافقه. ويل اتس ا ديل تمام يا باشا اتفقنا واتفقوا على ان الواد ياخد الفلوس وهم ياخدوا الفلوت. اند جيف ذا فلوت تو ذا بوي اند توك ذا بيني الواد خد العملات مع العملات منهم واداهم الفلوت. ليتل جون واز فيري هابي جون كان فرحان جدا. ذي ران هوم كويكلي جون وصوفيا راحوا على البيت جري. الام اول ما راحوا هناك الام قالت لهم you have paid a dear price for this thing بقى انتوا تدفعوا الثمن الكبير ده للحاجه دي. you might have bought half a dozen of such flutes with the money انتوا كان ممكن تشتروا نص دسته يا شويه غنم بهذه الفلوس. الواد ضحك عليكم. the twins saw what a mistake they had made العيال ادركوا ان هم ارتكبوا خطا جسيم. the flute didn't please john anymore الفلوت ما بقاش بيبسط جون خالص وهو زعلان منه. He threw it upon the floor and began to cry. رمى الفلوت على الأرض بعد ما زهق منه وبدأ يعيط. Never mind. الأم قالت له مش مشكلة ما تشيلش هم. You are only very little. أنت لسه صغير. And you will learn a great deal as you grow bigger. وأنت كل ما تكبر يا ابني هتعلم أكتر وأيامك بيضة إن شاء الله. أول سؤال يا باشا. بقول لك ده the central idea of this passage. الفكرة الأساسية للقطعة دي ممكن تكون إيه؟ تعال نشوف واحدة بواحدة كده. The older you grow, the wiser you will be. أقسم بالله ده عنوان مناسب. كل ما تكبر كل ما هتعلم أكتر. طب التانية بيقول لك the more people you meet, the more money you will get. كل ما تقابل ناس أكتر هتكسب فلوس أكتر. لأ بالمنطق ده هيخسر لأن الواد قابل واحد بس فخسر كل فلوسه. طب التالتة the more money you get, the fewer things you will buy. كل ما يكون معك فلوس أكتر هتشتري أشياء أقل. لأ ده هتشتري أشياء أكتر. The more كل ما يكون عندك أقارب أكتر كل ما الفلوس تكون اكتر. بالعكس اقاربك الاكتر هيصرفوا يعني الفلوس هتقل. يبقى الاجابه الاولى صح. طيب how were the twins deceived by the boy ازاي التوأم خدعوا بواسطه الواد اللي كان معاه بوق ده. the boy sold them his flute for more than it deserved الواد ضحك عليهم وباع لهم الفلوت باكتر من سعره. ما الام قالت لهم يا خايب انت وهي كان ممكن تشتروا دسته او نص دسته. طب زي decided to buy a flute to their mother اشتروا الفلوت ده لمامتهم. لا دي لنفسهم. They had to buy a flute to play. هم اضطروا ان هم يشتروا فلوت عشان يلعبوا مع اخواتهم. لا ده هم اشتروه عشان هو عجبهم. الام اعطتهم الفلوس عشان يشتروا فلوت. لا ده امهم قالت لهم رايحين تشتروا لي ذات ثينج الشيء ده يا خايبين. طب رقم 28 oh what a pretty sound it made this is not sentence بقول لك يا له من صوت جميل. العلامه دي بتعبر عن ايه؟ الاكسكليميشن يا باش. يبقى اكسكليماتوري يعني الجمله دي بتعبر عن التعجب. طيب السؤال 29 after Jones experience of buying the flute بعد التجربة اللي مر بها جون في شراء الفلوت he might learn to هو كده هيتعلم ان هو value things يقيم الاشياء ولا stop crying يبطل عياط ولا ask his father for money يطلب فلوس من باباه ولا waste يضيع فلوسه. لا ده هو اتعلم عليه كده وعرف انه لابد ان هو يقدر الاشياء ما يروحش يدفع فلوسه في حاجة مالهاش لازمة. although the mother advised her children to spend money wisely برغم ان الام نصحت العيال ان هم يصرفوا فلوسهم بحكمه. she didn't get not when they didn't هي لم تصبح ايه لما هم ما فعلوش ذلك. تعال نشوف. بدايه انا طالب شاطر عارف ان هابي سعيد وديلايتد مسرور وساتسفايد يعني مرضي. الثلاثه دول صفات ايجابيه اكيد ابسط. الام ما زعلتش منهم حتى هي قالت للواد نيفر مايند ولا تشيل هم بس اتعلم. according to the passage وفقا للقطعه البيج بوي توك ذا ادفانتج اون ذا تشيلدرن اند الواد الكبير ده خد ميزه على العيال انتصر على العيال و took all their money ايوه خد كل فلوسهم من غير ما نكمل. طيب ليه ذا فلوت اجين يعني الواد ده خد ميزه على العيال وعزف تاني ولا حاول يبيع الفلوت؟ لا هو باعه فعلا. ولا اعطاهم الفلوت ببلاش؟ لا ما ادهمش ببلاش ده هو ضحك عليهم. they hardly knew how it tasted هم قلما تذوقوها. الجمله دي بتعبر لك ان التوأم lived in poverty كان عايشين في فقر. didn't like candy ما بحبوش الحلاوة ولا فضلوا ان هم يفضلون ان يتذوقوها ولا had to inform their mother كان لازم يقول لمامتهم. لا طبعا عايشين في فقر عشان كده قال قل ما تناولوا الحلوة. جون هاد كام سيستر كانوا كام سيستر قلنا ثلاثة تقريبا. تعال نرجع عشان نسيت. تعال نرجع كده نشوفهم كام واحدة. احنا قلنا الرسمة اللي كنت رسمها فين اهي. احنا قلنا هم ثلاث اولاد
ثلاثة ثلاث أولاد وبنتين تانيين غير صوفيا، غير صوفيا والواد اسمه جون. فثلاث أولاد وجون يبقى كده أربعة، أربع أولاد بنتين وصوفيا يبقى كده ثلاث بنات. المهم الراجل بيسألك عنده كام سيستر، يبقى ثري يا باشا. طب الترجمة الصغيرة اللطيفة دي تعالى نترجمها ونعرف مين صح ومين غلط وليه. أول واحدة بيقول لك an atom اللي هي الذرة is the smallest unit of the of an element that retains the properties of the element. بيقول لك إن الذرة هي أصغر جزء أو أصغر وحدة في العنصر التي تحتفظ بخصائص هذا الشيء. الجزيء لا، هو ما قالش الجزيء، هو قال الذرة. فالجزيء والجزيء دول مشيوا. الذرة هي أصغر وحدة في العنصر تحتفظ بخصائص هذا العنصر، رقم ب دي مظبوطة. طب الذرة هي أصغر وحدة في العنصر تحتفظ بخصوصيات، لا خصوصيات ده موضوع تاني. خصائص اللي هي بروبرتيز، لكن خصوصيات اللي هي جايه من كلمه برايفسي الخصوصيه. طب الجمله الثانيه يا باشا، الراجل بيقول لك the problem of housing forces many young people to remain unmarried. بيقول لك ان مشكله الاسكان تجبر الكثير من الشباب على ان يظلوا بلا زواج، يعزفون عن الزواج. تعال نشوف واحده بواحده. بيقول لك مشكله الاسكان الجبريه، لا ما قالش كده، ده هو قال لك مشكله الاسكان تجبروا. طب تجبر مشكله الاسكان الكثير من الشباب على ان يظلوا بلا زواج، اه دي مظبوطه. طب قوه الاسكان، لا ما قالش قوه الاسكان. طب تجبر الاسكان مشكله، الاسكان مشكله ازاي يا جدع؟ يبقى الاجابه كده رقم باء. طب اللي بعد كده الترجمه، طبعا الكلام مش واضح، الكتاب كده النسخه اللي معايا فيها كده صفحه كده يعني، ف وضعه كده الكتاب مش عارف اغيره يعني. طيب بقول لك يبقى يمنح التراث كل شعب هويته التي تميزه عن غيره من الشعوب، كما يمنحها قيمتها الاجتماعية والفنية والعلمية والتربوية. انهرت يعني يرث، ارميها بره. وانهرت يعني يرث، ارميها بره، دول باظوا. طب هيريتج جيفز ايتش بيبل، يا مستر مش المفروض ايتش بيبل بعدها اسم مفرد؟ ايوه ما هو بيبل يعني شعب، اسمه مفرد. اتس ايدنتيتي ذات اكستنجوش، لا اكستنجوش دي معناها يطفي الحرائق، يبقى الاجابه اصبحت رقم دي يا برنس اللي صح. طيب ادخل على اللي بعد كده، الجمعيه الخيريه هي مؤسسة تعتمد في المقام الأول على التبرعات من الميسورين والمتطوعين وتهدف إلى توفير كافة أنواع المساعدات. Charitable Association المنظمة الخيرية أو الجمعية الخيرية is an institution that depends mainly on، تعتمد بشكل كبير على donation from the affluent اللي هو الميسور and volunteers والمتطوعين وتهدف إلى توفير كل أنواع المساعدة. رقم إيه دي لحد دلوقتي كده شايفها حلوة. تعال نشوف الباقيين ممكن يطلع في مشكلة. الشاريتابل اكوموديشن، لا اكوموديشن دي حضرتك اقامه ودي اسم مفرد لا يعد اصلا. الشاريتي ايوه ما هو انت جمعيه خيريه، اما انك تقول الشاريتابل اسوشيشن او الشاريتابل اورجانيزيشن او الشاريتي بس كده لوحدها. طيب از ان انستتيوشن ذات ديبندس برايمرلي بشكل اساسي اون اون كونوتيشنز، لا الراجل قال لك تعتمد في مقام على التبرعات اللي اسمها دونيشنز، فرمي دي بره. طيب a charity is an institution that depends primary، لا المفروض تبقى primarily لانك انت فعل عايز بعده ظرف، فكان المفروض تقول primarily بشكل اساسي او mainly بشكل اساسي. خلص الموضوع كله، مبقاش معاك غير سؤالين القصه ويبقى احنا كده خلصنا الامتحان ده. How did Bib feel when he stole the food and the file؟ Did he do anything to relieve himself؟ Why and why not؟ الراجل بيقول لك هل تعتقد لا كيف تشعر او كيف شعر بيب، كيف شعر بيب عندما سرق الطعام والمبرد؟ ده رقم، خد بالك السؤال كذا جزء. الجزء الثاني did he do anything، هل هو عمل اي حاجه عشان يعالج نفسه؟ هتقول اه او اه، هتقول اه، هتقول ليه؟ طب لا لا ليه برضه؟ يبقى انت كده عندك ثلاث اجزاء. how did بيب feel، حس بايه بيب لما سرق الطعام؟ هنقول he felt guilty، he felt guilty يعني حس بالذنب. دي اول سؤال كده انا جاوبته، حط نقطه. did he do anything، هنقول no. طيب why، هنقول he wanted to tell Joe but he didn't because he didn't want to lose Joe as a friend. يعني هنقول هو حس بالذنب، هل هو عمل حاجة؟ لا ما عملش، هو كان عايز يعمل بس ما عملش لأنه لا يريد أن يفقد صداقة جو. What is your impression، ما انطباعك of the man that Bib meets in the graveyard، انطباعك عن الراجل اللي بيب قابله في المقابر؟ هتروح انت قايل لي first I hated him، في البداية I hated him أنا كرهته as he was a dangerous man but later on when he helped Bib I loved him so much، لكن بعدين لما ساعد بيب حبيته. خلص القصة، انتهت الحوار. أنا كنت بصراحة ناوي أكتب قدام حضراتكم دلوقتي
الباراجراف ده علشان اعرفك تكتب ازاي. بس ان شاء الله الامتحان الجاي هبدا اكتبه، لان النهارده انا مرهق وفاصل، بس عشان وعدتكم ان اعمل فيديو فانا حبيت ان احتفظ بوعدي عشان انزل على الاقل كل يوم ويوم فيديو، فحاول تسمع اول باول. عشان خاطر كده قبل ما تمشي من الفيديو حاول تعمل لايك للفيديو ده عشان نوصله لاكبر عدد من الناس. يعني عايزين نوصل الفيديو ده كده مثلا، يا اخي شفت انا مش طمعان ازاي، 500 لايك مثلا. وعايزك تعمل سبسكرايب، اشترك في القناه، وحاول تعمل شير للفيديو مع زمايلك. انت مش هتخسر حاجه لو نسخت اللينك وعملته على الواتساب، بعته الواتساب كده سلكته قول وابعت لكل الناس، عملته على التليجرام، نشرته على الفيسبوك، على اي جروبات، عشان ان شاء الله نكمل مع بعض. اتمنى لكم التوفيق وربنا يسهل لكم الامور، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.